البطولة والبطولة الأفريقية دايما ليها طابع خاص. مليون مبروك يا كهربا، إنجاز كبير وبتكلله مجهود يعني تعب سنين، وانتوا جيل تاريخي للنادي الأهلي. 5 نهائي بناخد 4، أعتقد أرقام قياسية. كهربا واحد من ولاد النادي الأهلي، بتعيش لحظات ما عشتهاش في حياتك الكروية يا كهربا. بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربنا واشكره. طبيعي طبعا، انت عارف في احتفالاتي بالبطوله لازم النضاره الجميله عشان ما ابقاش شايف حد خالص. فبحمد ربنا ان على البطوله الرابعه ليا شخصيا، والرابعه ان انا لعبت 4 نهائيات، يمكن ما لعبتش 5، ده كنت محترف عشان انت عارف انا وش السعد. فالحمد لله لعبت 4 نهائيات مع النادي الاهلي، خدت ال4 نهائيات الحمد لله. بشكر ربنا وبشكر عيلتي الداعم الاول والاخير، وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي دايما في ظهري طول العمر. مؤمن زكريا بنسجل معاه في ماتش ناشئين، الاقرب اللاعبين لقلب كهربا واكتر لعيب بيشبه ستايل مؤمن زكريا هو محمود عبد المنعم كهربا. طبعا وابنه مالك يقول لك كهربا كان معايا دلوقتي. مؤمن زكريا لعيب كبير قوي، وربنا طبعا يشفيه وان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. وده اخويا، وكان احنا اتربينا مع بعض، وممكن هو بالنسبه لي قدوه، وكان لعيب كبير قوي، ويعني ما زال يعني ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا مؤمن باذن الله. في تفاصيل يا كهربا، في تفاصيل احنا بنشوفها الجمهور ما يعرفهاش. امام عاشور من ساعه ما جه النادي الاهلي وكهربا الاخ الاكبر معاه في كل مكان، دويتو وثنائيات بنشوفها دايما. كهربا كان جزء كبير جدا من اندماج امام عاشور، وسهل عليه حاجات كتير جدا في النادي الاهلي. شكرا يا طاهر اخويا. يا ملك الاحتفالات. امام عاشور ده اخويا وحبيبي واخويا الصغير، و اي لعيب في النادي الاهلي بيجي جديد عشان انا عشت الايام دي، فلازم ادخله جوه الفرقه، لازم احببه في النادي، ولازم اخليه يكون واحد من النادي لحد لما يتاقلم ويتربى على كل حاجه في النادي زي ما انا اتربيت وتعلمت كل حاجه في النادي وتغيرت. فانا يعني يمكن اول مره هقولها، انا بالنسبه لي امام اخ ليا، واحسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا، وانا هنجحه بالذوق بالعافيه هينجح في النادي الاهلي. كابتن الخطيب قال لك كلمه مهمه، قال لك ما تعلموش علامك. لا، جت من خطيب الاب الروحي لينا طبعا كلنا وليا شخصيا، ودايما بيدعمني. انا بعلم الفرقه كلها علامي، انت شايف رضا واللعيبه الجديده كلها وعمر كمال واللعيبه كلها. رضا دلوقتي بيتكلم على سبول السلام الجمهور بقى مصري خلاص. حبيبي الف مبروك لينا والف مبروك لجمهور النادي الاهلي.